أعزائي متابعي قناة روابينا، نحييكم أينما كنتم في كافة أنحاء العالم. ضمن الاستعدادات لدورة الفطر القادمة إن شاء الله، راح نبدأ بتجهيز مسيليوم الفطر باستخدام الكرتون. طبعا ورد للقناة ملاحظات عديدة من المتابعين بخصوص الكرتون، وانه احنا استعملنا الكرتون في فيديو سابق ولكن لم نعرض النتائج التي توصلنا اليها. احنا في هذا الفيديو راح نركب مسيليوم الفطر على الكرتون، وراح نتابع معاكم الى النهاية حتى نريكم النتائج. طبعا في البداية المكونات بدك تجيب كونتينر او علبة بهذه الطريقة، ولها غطاء يكون فيه ثقب بهذا الحجم، وبده يكون عندك قطن طبي، وعندك هايجين، وعندنا قطعنا الفطر شرائح بهاي الطريقة. طبعا هذا الفطر من الدورة الأخيرة، الدورة الثانية اللي عملناها، هاي كمية الفطر. وفي عندنا كرتون، طبعا هذا الكرتون يتم نقعه بالماء الساخن، يعني درجة سخونة يعني 70 لدرجة 73، ينقع لمدة ساعتين على أساس يسهل عملية تفكك الكرتون. طبعا بالبداية اللي هو دائما احنا طبعا قبل ما نبدأ بالشرح، احنا عقمنا الطاولة وعقمنا اللي هي الأدوات اللي ممكن نستخدمها بمادة اليود، وتعقيم الأيدي برضو يعني للتأكيد بالجي الهايجين وبأي معقم كحولي أو استخدام اليود. اليود يعني هذا معقم ذو فعالية عالية جدا، لأنه يستخدم في العمليات الجراحية اليود، فهو معقم يقتل البكتيريا ويقتل الجراثيم ويعطينا درجة تعقيم عالية جدا. طبعا في البداية راح ننشف، طبعا هذا الكونتينر أو العلبة احنا عقمناها بالماء المغلي جيدا. الآن ننشفها من آثار الماء، يتم تنشيفها من آثار الماء بهذه الطريقة على أساس تكون يعني خالية من أي قطرات للماء مع الغطاء تبعها بهذه الطريقة. الآن نبدأ بعملية الزراعة، وممكن يعني ممكن الواحد يعمل ثقب بسيط من أسفل العلبة بهذه الطريقة، مثلا ثقب صغير بهذه الطريقة على أساس إذا في تجمع للسوائل تنزل من العلبة، يعني ما تتجمع أو تتكون. طبعا تركيب المسيليوم على الكرتون، للذين يسألون، هو يأخذ مدة أكثر من التركيب على حبيبات الحنطة. يعني حبيبات الحنطة بدها من 17 إلى 20 يوم أو 22 يوم، بينما باستخدام الكرتون راح يكون يأخذ مدة أطول، تصل إلى 45 يوم. يعني بدك أنت تكون عندك نفس طويل على أساس تنتظر نتائج انتشار المسيليوم على الكرتون. طبعا الكرتون هو يكون طبقات بهذا الشكل، طبقة تكون مفرزة أو خشنة بهذا الشكل، نضع طبقة من الكرتون بهذه الطريقة، ونضع عليها بعض شرائح الفطر اللي تحمل اللي هي تحمل ميسومات الفطر، هاي اللون البني اللي هي ميسومات الفطر. نضع طبقة من الكرتون الخشن أو المفرز. طبعا أي كرتون هو عادة يكون يتكون من طبقات،
طبقة خشنة زي هذه وطبقة تكون ناعمة بهذه الطريقة، ثم نضيف شيئا من اللي هو الفطر، ونبدأ بصف الكرتون بهذه الطريقة، طبقة خشنة وطبقة ناعمة تكون يعني تقريبا. الكرتون طبعا ينقع بالماء لمدة ساعتين على أساس تسهل عملية تفكيك الكرتون. الكرتون لازم يتفكك عن بعضه ويكون رطب. هذا اللي هو الطبقة الخشنة أو المفرزة. هذه الطبقة المفرزة فيها الخطوط، هذه تسمح بدخول الأكسجين إلى الفطر، لأنها الفرزات هذه تكون زي مجاري الهواء، تسمح بجريان الأكسجين إلى اللي هي الفطر على أساس يتنفس ويكون عندنا أو ينتشر المسيليوم على الكرتون. طبعا بعد انتهاء عملية الزراعة هذه راح إن شاء الله نتابع معاكم النتائج. إحنا يهمنا الناس المتابعين للقناة أن يكون هناك مصداقية، لأن بعض الأخوة المتابعين أخذوا علينا مأخذ أنه أنت ما يعني ما فرجيتنا شو صار بالفطر اللي أو الفطر أو المسيليوم اللي انزرع على الكرتون، ما فرجيتنا النتائج. وهذا حقهم طبعا، يعني الإنسان لازم يكون عنده يعني تقبل وجهات النظر. احنا حطينا طبقات الكرتون وطبقات الفطر إلى أن تنتهي الكمية من الفطر بهذه الطريقة، ونكون احنا أنهينا عملية الزراعة. الآن نقوم بإغلاق العبوة، هاي العبوة نغلقها جيدا، هذا مهم، ونقوم بوضع كمية من القطن الطبي، هذا قطن طبي تشتريه من الصيدلية. نقوم بإغلاق الفتحة اللي هي هذه فتحة التهوية. طبعا القطن مسامي، فراح يكون يعني الأكسجين يتخلل من خلال القطن. الآن هذه العبوة تحتفظ فيها بمكان درجة حرارته لا تزيد عن 22 درجة في مكان معتم ومعقب. مكان معتم ومعقب، يجب أن يكون المكان معتم ومعقب، يعني هذه. وتبدأ أنت تراقب ظهور المسيليوم، راح يكون يبين على لأنها شفاف، هذا راح يبين ظهور المسيليوم أو انتشار المسيليوم على العلبة. راح إحنا إن شاء الله بعد ما ينتشر المسيليوم راح نعرض لكم، أنتم خليكم معانا لنهاية الفيديو على أساس إنه راح يكون ملحق للفيديو بعد فترة من الزمن، يمكن تصل إلى 30-40 يوم، راح نعطيكم يعني جزء من الفيديو عن النتائج اللي حصلنا عليها.
ويحتفظ فيها في مكان يعني معتم. هذا المكان لازم يكون معتم. في خزانة زي هيك مثلا في المطبخ يكون المكان معتم ومغلق، وبرضو يكون المكان معقب. خليكم معنا لنهاية الفيديو لمتابعة النتائج. نستكمل معكم طبعا عملية اللي هي زراعة بذور الفطر على الكرتون. طبعا هذا تتذكروا زرعناه قبل 40 يوم، هذا زرعته أنا في بداية المربعانية، والآن تقريبا صار له 39-40 يوم. طبعا قبل ما نبدأ بلمس أو فتح أو أي إجراء لازم نعقم بالهايجين. ملاحظين انتشار المسيليوم على كافة أجزاء العلبة، انتشر المسيليوم اللي هو لونه أبيض، وبرضه من الأعلى هاي المسيليوم انتشر على كامل العلبة. الآن هاي ممكن تكون جاهزة للزراعة، أو ممكن ننتظر عليها كمان 5 أيام على أساس يزيد انتشار المسيليوم. طريقة الزراعة أنه أنت بعد ما تنهي عملية الزراعة بالشكل الصحيح وينتشر المسيليوم على كامل الكرتون، تقوم بفتح العلبة وتخلط طبعا الكرتون راح مع انتشار المسيليوم. الكرتون طبعا راح يكون يسهل تفتيته مع المسيليوم. تخلط الكرتون مع المسيليوم، تخلطه مع الكومبوست وتخلطه جيدا كالبذور. هاي طريقة. والطريقة الثانية انك تضع جزء من الكرتون مع المسيليوم مع نصف لتر من الماء المقطر في الخلاط، وتضربه بالخلاط وتوزعه على الكومبوست على أساس يكون التوزيع متساوي. وهاي الطريقة طبعا طويلة المدى، يعني بدها من 40 إلى 45 يوم، تختلف عن التركيب على بذور الحنطة اللي هي طبعا تأخذ 17 إلى 20 يوم. هاي طويلة المدى، ولكن برضو لها حسنات، يعني غير انها طويلة المدة لها حسنات بالاحتفاظ او انتاج مسيليوم عالي الجودة. مسيليوم عالي الجودة. بذلك نكون غطينا معظم التساؤلات بخصوص تركيب المسيليوم على الكرتون. لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.